انطلاق المسيرة ما يتزامن مع احراق العلم الصهيوني، ومعه انطلقت المسيرة تحت شعار من ورق من ورق صهيونية تحترق. نستمع الى هذه الشعارات التي تزامنت مع احراق العلم الصهيوني وانطلاق هذه المسيرة بمشاركة اعداد كبيرة من التونسيين، نقابيون، سياسيون ونشطاء بالمجتمع المدني. حقيقة الشعارات تتنوع وتختلف، شعارات كثيرة داعمة للمقاومة بشكل واضح، ورفع لشعارات المقاومة الفلسطينية. وفي نفس الإطار لاحظنا دعوات لكشف ومحاسبة إسرائيل على جرائمها. كانت هناك مجسمات لرضع ولأطفال صغار في إشارة إلى الجرائم الصهيونية ضد الأطفال. وهناك انتقادات شديدة للهيئات الدولية التي تدعي حقوق الطفل وحقوق الرضع وحقوق المرأة وكل حقوق الدنيا تدعيها هذه المنظمات، ولكن على أرض الواقع بيّنت أنها تنحاز بشكل مفضوح للكيان. هذا ما دعا إليه جانب من المشاركين، وهي فضح هذه المنظمات التي أظهرت تحيزها لهذه الجرائم. الدعوات كبيرة، أهمها دعوات لمقاطعة البضائع الأمريكية في تونس، وهناك انتقادات للغرب بشكل عام وخاصة للولايات المتحدة التي لا تدعم هذا العدوان فقط، وإنما هي تشارك بشكل رئيسي وفعال في هذه الجرائم الصهيونية. اللافتة التي نشاهدها الآن هي من أجل مقاطعة البضائع الأمريكية، قاطعوا الإرهاب الأمريكي، قاطعوا قتلة الأطفال. هذه الشعارات التي نشاهدها شعارات مختلفة، دعوات لإيقاف العدوان، وفي نفس الإطار رفع لشعارات المقاومة لشعارات حركة حماس. نعم، كما نشاهد حركة حماس، حركة المقاومة الإسلامية حماس، وهتافات باسم أبو عبيدة وقادة المقاومة في فلسطين. نلاحظ نقابيون وسياسيون جنبا إلى جنب مع المواطنين ونشطاء المجتمع المدني. مايا، نستمع إلى بعض هذه الشعارات.